رهين الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله، وبعد، فهذه الأرض التي نسكن عليها وتسكن عليها الأمم والشعوب وتتعاقب فيها الأجيال، إذا رأيناها من القمر فسنراها كوكبا معلقا يعلق فيه الأمم والملوك والرؤساء والزعماء والجيوش والخبراء، والله يحرك الكون كيف يشاء. هذه الأرض قال الله عنها: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ففيها آيات لمن يريد اليقين، فتعالوا لنرى. سنرى موقع الأرض أولا، إنها تحتل موقعا خاصا في المجرة التي نعيش عليها، فالمجرة كلها تقع تحت حقول مغناطيسية خطيرة وضارة بالكائنات الحية على الأرض، ويوجد فيها موقعان صغيران نسبتهما إلى المجرة. هذه المجرة التي نراها لو قسمناها 150 قسما فإن قسما واحدا منها هو المناسب لوجود هذه الأرض. ثم إن الأرض تحتل موقعا خاصا بين المجموعة الشمسية كما نرى في هذا، فتلك النقطة هي هذه المجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية الأرض تحتل موقعا معينا، لو تغير موقع الأرض مثلا مكان الزهرة أو بدلا عن عطارد أو في مكان المريخ، لا تغير نظام الليل والنهار، ولا تغيرت الحرارة، ولا تغير نتيجة لذلك كثير من شؤون الحياة والكائنات الحية. فمن جعل هذه الأرض في موقعها الصحيح وفي مكانها الصحيح واختار لها ذلك الموقع بين المجرة وبين المجموعة الشمسية، إنه العليم بحال الكائنات التي عليها، الخبير بأحوالها وبالظروف المحيطة بها سبحانه وتعالى. وهذه الأرض لها حركات، تكلمنا في الحلقة الماضية عن حركات الأرض حول الشمس، والآن نتكلم عن حركتها حول نفسها وما ينشأ عنه من ليل ونهار. فالقمر مثلا يدور حول نفسه مرة كل نصف شهر، معنى ذلك أن الليل والنهار في القمر مدته تصل إلى نصف شهر. فلو كانت الأرض تدور حول نفسها مرة كل نصف شهر كالقمر، فكنا سننام ليلة وننتظر طلوع الفجر باقي الليالي، وكان يكفي ذلك لتدمير الحياة على سطح الأرض. إن هذا الموقع هو الموقع المناسب، فلو أننا كنا في موقع آخر لوصلت درجة الحرارة إلى 93 درجة مئوية، وعندئذ تدمر الحياة. ولو طال النهار 10 مرات لاحترقت كل الكائنات الحية. فتأمل إلى بديع صنع الله، يقلب الليل والنهار ويختار الموقع المحدد للأرض، وهو القائل: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لقد وجد الأطباء أنه لا بد من الظلام لسكون الحركة والعمل الحيوي في داخل الأجسام. هناك من الكواكب ما لها ليل دائم ونهار دائم، وكان بالإمكان أن تكون الأرض مثل هذه الكواكب. فمن يقلب الليل والنهار؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وتأمل إلى هذه الأرض كيف جعلها الله مائلة، ليست عمودية على خط مدارها ولكنها مائلة، وينشأ عن هذا الميل وحركتها مع الشمس ينشأ عن ذلك الفصول الأربعة والتغير في المناخ الذي يتجدد به الحياة على وجه الأرض. ثم
تأمل إلى هذا الغلاف الذي يحيط بالأرض. هذا الغلاف الهوائي جعله الله درعا، فكما أن فيه نسمات الحياة لنا، فهو أيضا حماية وحفظ للكائنات الحية. فإن هذا الدرع وإن كان شفاف ولكنه يسمح بمرور الأشعة النافعة لنا، أما الأشعة الضارة فإنه يمتصها ويعكسها كما نرى في هذه الصورة. هذه الأشعة التي تنزل من الشمس موجات مختلفة، فلا يسمح بنفاذ إلا الموج الذي ينفع ساكني الأرض، والغلاف الهوائي هو الذي يمتص الأشعة الضارة كما يتبين لنا في هذا الشكل الثاني بوضوح. يبين لنا الشكل القادم مقدار الأشعة، ما هي الأشعة التي تنعكس وتتبدل وتمتص في غلاف الهواء الذي جعله الله درعا واقيا لنا من هذه الأشعة. انظروا كيف لا يصل إلى سطح الأرض إلا الشعاع المناسب لحياتنا، أما الأشعة الضارة كأشعة إكس وغيرها فإنها تنعكس وتمتص. هذا الغلاف الهوائي أيضا جعل الله له كثافة وجعل له وزنا، وزن له وزن، وقد وزن الهواء المحيط بالأرض فوجدوا أنه يصل إلى 5 ملايين بليون طن، ولذلك يحمل الطائرات، يحمل الطائرات وترفع الطائرات بسبب الضغط الذي يكون لهذا الهواء. وهذا الغلاف الهوائي جعل الله له كثافة بحيث أنه عندما تأتي النيازك وهي كثيرة تصل بكميات هائلة فتنزل إلى الأرض، فقبل أن تصل إلى الأرض تحترق إلى أعلى، ولذلك نرى نحن هذه النيازك تحترق فوق في الغلاف الهوائي قبل أن تصل إلى الأرض، ولو وصلت إلى الأرض لدمرت كل الكائنات الحية ولأحرقت المدن والمحاصيل والغابات. ولكن الله جعل لنا في هذا الهواء كما أنه مصدر لتنفسنا فهو درع يقينا من هذه الأخطار ومن هذه النيازك. وجعل الله تناسبا بين وزن هذا الهواء وبين ضغط الدماء في أجسامنا، ولذلك نحن لا نشعر بهذا الهواء. لماذا؟ لأنه في داخل أجسامنا ضغط للسوائل وللدم من الداخل فلا نشعر بهذا الضغط. فمثلا هذه الورقة لو أننا ثبتنا في أماكن مختلفة ثم ضغطنا من جهة تخترق، لكن لو كانت ضغط من هذه الجهة ضغط من هذه الجهة هكذا فإن الضغط لا يؤثر ولا يمزق هذه الورقة. فكذلك أجسامنا وعروقنا، هناك ضغط من الداخل للدماء والسوائل وضغط للهواء، وجعل الله تناسبا بين الضغطين. فهذا الهواء البديع الذي يتركب من النيتروجين ومن الأكسجين ومن ثاني أكسيد الكربون. أما النيتروجين فإنه مع البرق يتحد مع الأكسجين فيكون سببا لتسميد الأرض وتكوين الغذاء، وأما الأكسجين فمنه نتنفس ويساعد على احتراق الأشياء المحترقة التي نحتاج إليها لوجود النار. وثاني أكسيد الكربون يدخل في أجسام النباتات فيصنع منه الطعام، منه النبات ذلك الطعام. فانظروا إلى هذا التركيب لهذا الهواء من نوع معين من الغازات تناسب حياتنا وتنفعنا. فكيف جعل الله هذا التركيب الدقيق؟ إنه أثر يدلك على رحمة الخالق وعلى حكمته وعلى خبرته وعلى علمه بما يوجد على الأرض من كائنات وما تحتاج إليه من حماية ومن رعاية ومن لطف سبحانه وتعالى. ثم تأمل إلى هذا الهواء كيف يحمل السحب فتنزل الأشعة من الشمس وترفع بخار الماء حتى إذا ارتفع فوق الجبال تكثف وتكونت السحب. لا تتكون السحب أسفل إنها تتكون أعلى، لأن درجة الحرارة تنخفض مع الصعود إلى أعلى، مع أننا نقترب من الشمس وكان المفروض أن تزيد درجة الحرارة، لكن لا، الأمر معكوس، جعله الله هكذا بتصميم دقيق وتقدير حكيم. كلما ارتفعنا إلى أعلى تنخفض درجة الحرارة، ولذلك درجة حرارة من يسكنون على الجبال
المناطق التي في الجبال أبرد من التي في الوديان، من أجل أن تتكثف السحاب وتبقى محفوظة على الأرض حتى لا تغادر، لأن لو كانت الحرارة تزداد فإن بخار الماء سيطير وتصب الأمطار في السماء وفي النجوم وفي الكواكب. فعكس الله هذه السنة على سطح الأرض لكي تتكون السحب وتحمل على هذه على هذا الغلاف الهوائي، ثم يتحرك الغلاف الهوائي بنظام الرياح الذي فيه ويسوق لنا المطر حتى يصل فوق رؤوسنا ثم ينزل، ولكن لا ينزل دفعة واحدة ويصب صبا، وإنما ينزل قطرات طوال فترات من الزمن، لا تضر زرعا ولا تقلع زرعا ولا تدمر حياة ولا كائنا من الكائنات الحية. وهذا الصنع البديع المحكم في هذا الغلاف الهوائي وفي ما يقوم به من خدمات يدل على أنه من صنع العليم الحكيم الخبير الحافظ الذي أراد أن يحفظنا بهذا الدرع من الأخطار. وحافظ الله الأرض أيضا بحزامين مغناطيسيين كما نرى في هذه الصورة، فإن الأخطار ليست فقط هي من الأشعة التي تأتي من الشمس فقط، بل من الأشعة التي تأتي من الشمس ومن الأشعة التي تأتي من سائر النجوم. فانظروا كيف هذه الأرض وقد أحيطت بحزامين مغناطيسيين يصرفان الجسيمات الخطيرة القاتلة للحياة ويحرفان هذه الجسيمات بعيدا عن الأرض، فسبحان الحافظ الذي أتقن الصنع وأبدعه. وهذا الماء الذي نشربه يخبرنا الله عنه جل وعلا في كتابه فيقول: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وعلماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أن الأرض كانت جزءا من السماء وانفصلت عنها، كما قرر ذلك ابن عباس قبلهم ب1400 عام من هذه الآية. ولكن الآية تقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أي ونزل معكم إلى هذه الأرض عند تكوينها القدر الكافي من الماء المناسب لهذه الأرض، فلو زادت كمية هذه الماء لغمر الماء كل شيء، ولو قل لما وجد ذلك القدر الذي يتكون منه المطر، ولكنه أنزله بتقدير وبإحكام. ثم حفظه الله جل وعلا في البحار، ولو جعله عذبا لتعفنت البحار، ولكن الله جعل مياه البحار ملحة حتى لا تتعفن، لكنه إذا أراد أن يسقينا من هذا الماء نحن والزرع والحيوانات والنباتات فإن الله يطيره لنا ماء عذبا بالتبخير، وينزل علينا مطرا عذبا نشربه، كما قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يطير الله هذا المطر بعد أن يتحول إلى بخار بسبب حرارة الشمس برفعه فوق مستوى الجبال، وعندئذ تتكون السحب. لماذا تتكون السحب؟ لأن البرودة أكثر فوق مستوى الجبال، مع أننا قد اقتربنا من الشمس، لكن هكذا جعل الله النظام في الأرض. على سطح الأرض درجة حرارة عالية كما نرى في السواحل والوديان، وفي قمم الجبال باردة. عكس السنة هنا سبحانه وتعالى وما جعلها تزداد مع القرب من الشمس، وإلا لكانت مياه البحار تغادر الأرض وتسافر وتصب بمياهها في الفضاء. ثم إذا أنزلها أنزلها قطرات رقيقة لا تدمر زرعا ولا تهلك إنسانا ولا حيوانا ولا تحطم بيوتا، فبفضل الله جل وعلا تنزل قطرات دقيقة. والله يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، يعني نستطيع أن نذهب بهذا الماء لو تغير شيء فقط من نظام الحرارة. الماء لا يغلي إلا عند درجة 100، مع أنه أكبر مذيب من المواد على وجه الأرض. هناك مواد تذيب مثل البنزين مثل الكحول، ولكن درجة الغليان عندها منخفضة،
فلو كانت درجة حرارة الماء منخفضة ليست عند 100 درجة لتبخرت مياه البحار وأصبحت معلقة في السماء كالمياه الموجودة في الزهرة. ولكن بفضل الله يحدث هذا التبخر ويتكون السحاب، ثم نرى بعد ذلك تأتي الرياح بعد ذلك وتسوقه وينزل بعد ذلك مطرا. وهذا الماء له كثافة عندما يتجمد، المواد والسوائل لها درجة انصهار، فأنت ترى سائل يمكن أن يتحول إلى مادة صلبة، والأشياء الصلبة تنصهر وتتحول إلى أشياء سائلة. فحالة الصلابة هي أقوى ما تكون المادة كثافة فيها، فعندما تكون المادة في حالة سائلة تكون كثافتها أقل. طيب، الماء يكون صلبا عندما يكون ثلجا، فلو أن درجة الحرارة فلو أن الكثافة تكون عند أخفض درجة حرارة يعني عند الصفر، فماذا ستكون النتيجة؟ إذا وصلنا في جو الأرض إلى درجة الصفر تكون الثلج، ولكن الثلج ثقيل، فعندئذ سينزل إلى أعماق البحار ويتراكم، وتتحول البحار بأكملها إلى كتلة واحدة من الثلج. أين تذهب الأسماك؟ غير الله النظام في الماء فجعل أعلى درجة كثافة عند 4 درجة مئوية، أي والماء لا يزال سائل، وجعل الثلج أخف من الماء الذي عند درجة 4 درجة مئوية. لذلك درجة الثلج يطفو إلى أعلى وتبقى المياه من تحتهم حتى تستطيع الأسماك أن تعيش وأن تحيا وأن تجد شيئا من الدفء. فسبحان الخالق العظيم العليم بأحوال تلك الأسماك، والعليم بالمياه ونظامها المناسب لتلك الكائنات. والماء جعله الله مذيبا، فهو أقوى مركب يذيب البراد، فإذا نزل على الصخور أذابها وأخرج المعادن اللازمة منها للنباتات، وجرت مع السيول مع الغريان ليسمد الأرض وليخصبها على الدوام. ثم يذيب الماء الأكسجين، فالأكسجين يذوب في الماء. لماذا يذوب الأكسجين في الماء؟ من أجل تلك الكائنات الحية، من أجل الأسماك التي تعيش عليه والتي لا بد لها من هواء تتنفسه، فأعطاها الله الخياشيم التي تمكنها من استخلاص الأكسجين الذائب في الماء. والمطر إذا نزل، وقطرات المطر إذا نزلت تنزل وهي مشبعة بالأكسجين الذي ينفع تلك الأسماك في باطن البحر. وهو أيضا كذلك يذيب ثاني أكسيد الكربون، فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون الزائدة والتي إذا زادت في الجو فإنها تمثل مصدرا لارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجة شديدة جدا لا تطاق، ولكن جعل الله البحار تمتص ذلك القدر الزائد من ثاني أكسيد الكربون لتبقيه بنسبة مناسبة للحيوانات والنباتات. فتأمل إلى هذا الصنع البديع وإلى الإحكام. ولقد أنشد الشاعر شعرا، الشاعر عبد الرحمن قاضي، حول هذا الماء ونظامه وترتيبه، فقال: كن يا أخي إلى السحاب ناظرا، كيف غدا سيلا يسير طائرا، أرسله لنا الإله رحمة، فهل شكرت للإله النعمة، فسلط الشمس على البحار لرفع ما فيه من البخار، ورفع مائه إلى السماء فوق الجبال هذه الشماء، وحاطه ببارد الهواء لوقف رفعه إلى السماء، ولو أراد أوجد الحرارة فلا ننال عندها قطارا، وساق نحوه الرياح نشرا تثيره بعد سحابا معصرا، فلا الجبال تستطيع رددا إن شاء من ورائها أن ينفذا. يعني إذا أراد السحاب يمشي الجبال ما تستطيع تصده لأنه فوق مستواها، وساق أخرى مثلها الخلاق بقدر منه له تستاق، ولو جرى من السماء سائلة لأمطر الناس الفناء العاجلة، هذا إذا أنزل سيلا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد.
فيها ترى أذلك التدبير؟ تدبير من ليس له تفكير، من وثن أصم أو طبيعة جامدة لربها مطيعة، أم أن ذاك حقا شاهد بأن مولاه الإله الواحد. وهذا الماء إذا نزل إلى الأرض فإن الأرض تمتصه، لكن لا إلى الأعماق كما نرى في هذه الصورة، لا تمتصه إلى الأعماق، بل ينزل من السطح فيجري ثم يحفظ على الصحن القريب. فنأتي نحن ونجد الماء في مخزن قريب فتنبع العيون منه، أو نحفر الآبار حتى نصل إلى مصدر ذلك الماء. والله يقول: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وكذلك نرى في الصحراء حيث توجد الواحات، ففي أرض الصحراء نجد واحة، وهذه الواحة بسبب كما نرى في هذه الصورة الآن، هذه الواحة لماذا؟ لأن المياه القريبة موجودة ومحفوظة فيها، ثم هي محفوظة في الآبار القريبة كما نرى في هذا الشكل. تأمل أخي إلى صنع ربك العظيم في هذا الماء وبديع خصائصه. هذا الماء له درجة من الحرارة النوعية، فحرارته النوعية 5 أضعاف الحرارة النوعية للصخور. ولذلك إذا أردنا أن نرفع درجة حرارة الماء، يعني سنتيمتر مكعب من الماء درجة واحدة، فنحتاج إلى 5 أضعاف لرفع نفس المقدار من الصخر، لرفع درجة حرارة نفس المقدار من الصخر. ولذلك ماذا ينشأ عن ذلك؟ ينشأ عن ذلك أن يصبح الماء مكيف عام. نحن نحتاج للمكيفات في بيوتنا، الله جعل للأرض هذه مكيفا عاما هي هذه البحار. ففي النهار تأتي حرارة الشمس وتنزل إلى البحار، البحار تريد كمية هائلة لأن حرارتها النوعية عالية، فتمتص قدرا كبيرا ولا ترتفع درجة حرارتها بسهولة، بينما تمشي على الرمال فلا تستطيع أن تمشي على الرمال، على رمال الشواطئ، لأن الحرارة أثرت فيها وامتصت قدرا هائلا من الحرارة. لكن برودة البحار في النهار يجعل الرياح تنتقل منها باردة فتكيف الأرض والقارات. وفي الليل ماذا يحدث؟ إذا سرت على الشاطئ سترى الرمال أصبحت باردة في منتصف الليل، لكن الماء تجده دافئة، فعندئذ تهب الرياح من البحار التي تحيط بالقارات فتدفئ الجو، ولولا ذلك لارتفعت درجة حرارة الأرض درجة عالية جدا لا تطاق معها الحياة، وتنخفض بالليل انخفاضا شديدا فلا تطاق معها الحياة. فتأمل إلى هذا الصنع البديع في تركيب الأرض وما جعل الله فيها في مائها وترابها وأرضها. ثم هذه القشرة الأرضية، نحن نعيش على قشرة، في القشرة، قشرة الأرض كقشرة التفاحة بالنسبة للتفاحة. نرى في هذه الصورة التي هذا الشكل الذي يقدمه العلماء لنا، نرى الأرض من أعلى، وهذا باطن الأرض، وهذه موجات لقياس باطن الأرض، موجات لقياس باطن الأرض. وبينما نرى سطح الأرض هو ذلك الجزء الرقيق الذي من أعلى هذه الصورة. ماذا يوجد تحتنا؟ تحتنا براكين، تحترنا أخطار، تحت أقدامنا نيران هائلة، ولكن الله جعل هذا السمك من الصخور الذي يصل من 33 كيلو إلى 74 كيلو متر فراشا يفرش هذه الأرض، لنتقي بهذا الفراش حرارة النيران التي تحت أقدامنا. فتأمل كيف حفظنا الله، ثم هل تظن أن هذا الباطن واقف؟ إنه متحرك، إنه يمور مورا كما جاء ذكر ذلك في كتاب الله: أأمنتم من في السماء
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يعني لو خسف بكم جزء من الأرض فستجدون أنفسكم أمام أرض متحركة تدور دورانا كما نرى في هذا الشكل الذي قدمه العلماء. فالجزء الأعلى هو الأرض، وهذه الدوائر البيضاء تمثل اتجاهات حركة باطن الأرض الناري من الصهير البركاني. فكان ونحن نستقر على القارة وتحتنا يمور مورا، وعندئذ كان يفترض أن تتحرك بين القارات وأن تتصادم مع بعضها، لأن الذي تحتها يتحرك وهي من أعلى، لكن لا، جعل الله الجبال وأرسى الله هذه الأرض بالجبال، وجعل لهذه الجبال أوتاد تغوص في تلك الطبقة اللزجة من الصهير البركاني فتثبت هذه القارات. فتأمل في بناء هذه الأرض، وتأمل كيف جعل الله لها الموقع المناسب الذي يشهد أن ذلك لا يكون إلا بعلم عليم ورحمة رحيم، وكيف أتقن حركاتها، حركات الأرض حول نفسها وحركاتها مع الشمس ومع المجرة ومع غيرها في هذا الكون، مما يشهد بأنه من صنع حكيم خبير. وتأمل إلى ذلك الميل في بناء في الأرض الميل المناسب، وتأمل إلى الدرع الهوائي والدرع المغناطيسي الذي يحمينا ويقينا الأخطار التي تأتينا من السماء، يدلك على أن ذلك من صنع العليم الحافظ الرحيم سبحانه وتعالى. وتأمل إلى سوق المطر وإنبات الثمار ليدلك ذلك على أنه من رحمة الرحيم جل وعلا. وتأمل إلى خصائص الماء والغليان والكثافة والحرارة النوعية وكونه المذيب العام على هذه الأرض، تأمل إلى دورة الماء، وتأمل إلى سطح الأرض الذي فرشه الله وهيئه لنا ووفر لنا على هذا السطح طعامنا وماءنا وهواءنا ورزقنا واستقرارنا، وكيف أن الله جعل هذه الأرض مهادا لنا. تأمل كيف استقرت، واسأل نفسك من صاحب هذه الصفات الذي تشهد الأرض بصفاته. إذا كنا قد رأينا في ذلك المصباح عندما تكلمنا في حلقة سابقة وقلنا إن صنعه يدل على أن صانعه لديه زجاج، وأنه قادر على تشكيل الزجاج في شكل أسطواني، وأن عنده معدن، وأنه قادر على تشكيل المعدن في شكل غطاء، وأن عنده إحكام، وأن عنده علم الكهرباء. فنحن نرى في الأرض تشهد لنا بأن هذا العلم من صنع من العليم، أثر من آثار العليم سبحانه وتعالى، والرحمة من الرحيم، والحكمة من الحكيم، والخبرة من الخبير، والرزق من الرزاق، والحفظ من الحافظ، والقوة من القوي، والقدرة من القادر. ثم تأمل كيف كان التنسيق بين كل هذه الأنظمة، نظام الماء ونظام الهواء والجبال ونظام التربة ونظام البحار ونظام التبخير ونظام السحب وحركات الأرض وبعدها عن وتقلب الليل والنهار وبعدها وموقعها، من جمع كل هذا ونسقه وهيئه لنعيش على هذه الأرض ونستقر عليها وتعيش عليها هذه الأمم والشعوب. إنه الخالق الواحد سبحانه. فنحن نشهد كما تشهد الأرض بأن لهذه الأرض ربا حكيما عليما خبيرا رحيما حافظا رزاقا قويا قادرا، وأنه الذي يستحق أن يعبد، وأنه الذي يستحق أن يطاع. ولذلك نشهد كما يشهد هذا الكون، فنقول نشهد أن لا إله إلا الله. وكما رأينا إخبار القرآن عن بعض أسرار الأرض مما يدلنا على أن الذي أخبر محمدا في هذا الكتاب الكريم بأسرار الأرض وأسرار السماء هو الله سبحانه. فتشهد هذه الحقائق التي اكتشفت في عصرنا مرة ثانية على أن محمدا رسول الله. وهكذا نرى في بناء هذا الكون وتصميمه أدلة الإيمان وبراهين من براهين الإيمان ومعجزات من معجزات القرآن. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم. براهين الإيمان.